شكل عدد من المحامين الأتراك الشباب الذين غادروا إلى دول أوروبية مختلفة شكلوا منصة جديدة تهدف لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في تركيا، وأطلقوا عليها منصة العدالة غير المشروطة. عرف المحامون أنفسهم عبر المنصة التي أطلقوها على الإنترنت بأنهم محامون شباب تعرضوا لضغوط سياسية من خلال القضاء في تركيا، وأنهم ينحدرون من أيديولوجيات ومناطق جغرافية وخلفيات مختلفة، إلا أنهم متحدون حول رؤية مشتركة للمستقبل للدفاع عن حقوق الإنسان.